إلى سوريا، حيث قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن جماعة مسلحة يقودها أكراد بدعم من التحالف بقيادة الولايات المتحدة قامت باحتجاز آلاف الرجال والفتيان السوريين والأجانب في مراكز احتجاز غير رسمية مكتظة شمال شرق سوريا. وقالت المنظمة في تصريح للباحثة الأولى في الأزمات والنزاعات فيها ليتا تايلر، قالت إن الآلاف ومنهم أطفال ما زالوا عالقين في سجون مكتظة على نحو صادم، وذلك في تهمة اشتباههم بالانتماء لتنظيم الدولة. معي للحديث حول هذا الموضوع الناشط الحقوقي والإعلامي السوري صهيب الجابر. أرحب بك صهيب. أنا شاهدت هذه الصور حقيقة لعشرات الرجال مكتظين، لا يوجد مكان حتى للوقوف في هذه الزنازين التي يبدو أن جماعات كردية تسيطر عليها. أولاً، ما مصداقية هذه الصور؟ ومن هؤلاء الذين تحتجزهم جماعات كردية؟ ومن هي تلك الجماعة؟ نعم، بداية أحييكم وأسعد مشاهدي الحوار. طبعاً هنالك الكثير من الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات بيدة في هذه المناطق شمال شرق سوريا. بالنسبة لجزئية السجون تحديداً، هي يعني منعدمة فيها كل الوسائل الإنسانية التي قد تتوفر في الأحوال الطبيعية. هنالك يعني تقصد من ميليشيا بيدة يبقى أيضاً وقصد للمعاملة بهذا الشكل، علاوة أيضاً على أن معظم من هم متواجدين محتجزين سواء في المخيمات وهي أشبه بسجن كبير أو في السجون، هم من الذين تم اعتقالهم على الاشتباه، على الشبهة. يعني ليس هنالك دلائل، ليس هنالك يعني قراءة أن تثبت أنهم منتمين لتنظيم داعش أو يعني لأي تنظيم إرهابي، لكن قسد اعتقلتهم بدافع الابتزاز، وهذا أيضا ما وثق خلال الفترة الماضية. يبتزون ذويهم بعد الاعتقال، يبتزون ذويهم بمبالغ ضخمة، يتقاضون أكثر من 1,000 إلى 2,000 دولار على الشخص الواحد مقابل فقط الإدلاء بمعلومة عما إذا كان على قيد الحياة أو لا. بالنسبة للمخيمات أيضا هي محاطة، وأيضا هنالك خرق من ناحية حقوق الإنسان بالنسبة للمخيمات بالنسبة للحصار. طيب، ولكن بالنسبة للزنازين هذه، يعني حتى صحيفة التايمز البريطانية في 30 شهر سبتمبر الماضي عرضت هذه الصور للزنازين التي يرتدي فيها بعض الرجال ملابس برتقالية مترصين بشكل مرعب حقيقة. هل حتى لو كان هؤلاء من تنظيم الدولة، هل هذه معايير حقوق الإنسان التي يجب على التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الالتزام بها؟ بالطبع لا، ولكن هنا يعني أستاذ الكريم على ذكر هذه النقاط تحديدا يجب الوقوف على عدة أمور، منها حتى عناصر داعش المحتجزين لدى ميليشيا بيدة هم متواجدين في أماكن رأيتهم أو رأينا جميعا يعني عبر وسائل الإعلام الغربية كيف هي الطريقة المحتجزين فيها. وهنا أنا لست بموقف المدافع عن التنظيم الإرهابي، لكن هذا موضوع آخر. لا، هذا موضوع آخر. الأسير والمعتقل، معايير حقوق الإنسان تقتضي أن يعامل بإنسانية. صحيح، هذا تماما ما أردت قوله. بالإضافة إلى نقطة أخرى، المحتجزين ليس جميعهم من تنظيم داعش كما تروج ميليشيا بيدة، هذا لوحظ أيضا من خلال المقابلات. هنالك أطفال أيضا، وهذا الشيء ممنوع. هنالك مراكز من المفروض أن تكون إعادة تأهيل لهؤلاء الأطفال، خاصة أنه حتى في القانون هنالك جنح جنايات أحداث وأيضا يعني معاملة للبالغين وغير البالغين بشكل مختلف. بالنسبة لجزئية أخرى أيضا، وهي الاحتجاز ليس فقط يعني مرتهن بالسجون. المخيمات الآن محاطة بسلسلة من الألغام أو حقول ألغام بمحيط المخيمات لمنع خروج المحتجزين من المدنيين داخل هذه المخيمات، وزرع الألغام أساسا كزرع ألغام وليس فقط بهذه الطريقة هو محرم بموجب اتفاقية أوتاوا عام 1997. هنالك انتهاكات كثيرة، منها التعذيب داخل هذه المناطق، هنالك أيضا يعني اختطاف غير الاعتقال بشكل مباشر، هنالك اختطاف تنفذه مجموعات تابعة لميليشيا بيدة، ثم إما تعذب هذا المختطف حتى الموت أو يدفع أهله فدية مقابل هذا الشيء. طيب، إذن الآن صهيب أسألك عن جانب هو عن الجانب الحقوقي في تطور سياسي باحتمال دخول القوات التركية شمال سوريا في أي لحظة. القوات الكردية هددت بفتح سجون تنظيم الدولة حسب بعض قياداتها. من الناحية الحقوقية، يعني هؤلاء الذين ينتمون لتنظيم الدولة، الأسرى لدى قسد،
ما هي مسؤولية القسد والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا بأن يبقى هؤلاء محتجزين، لا أن يتركوا طلقاء ويهدد بهم ويستخدموا كورقة من قبل القسد لتهديد تركيا؟ أهم الأسئلة هي ما طرحته وما تفضلت به الآن. إذا ما كانت هناك جهة تدعي أنها جهة تريد أن تدير هذه المناطق بشكل قانوني، ثم تهدد بإطلاق سراح إرهابيين، يعني نتحدث عن الإرهابيين الفعليين من تنظيم داعش وهم متواجدين أيضا في هذه السجون وفي مناطق يعني مخلى سبيلهم ومقابل ورقة، توقيع على ورقة، هذه الطريقة تجعل من ميليشيا بيدا هي نسخة طبق الأصل عن تنظيم داعش أو عن ميليشيات الأسد. هذا من ناحية. أيضا تحدثت قبل قليل عن موضوع تل أبيض والعملية العسكرية الآن. أساسا تأخر العملية هو مراعاة من قبل قوى المعارضة السورية والجيش التركي لعدم وقوع خسائر في الناحية البشرية. هنالك بالمقابل في الجهة المقابلة، أنا الآن عند مدينة أقشى قلعة مقابل مدينة تل أبيض السورية، يوم أمس رصدت بعدسة الكاميرا بعد التقريب عناصر من ميليشيا بيدا هم محتمين في وسط عوائل نساء وأطفال وغيرهم، يحملون سلاح ويقفون في منتصف هذه العائلة بالقرب من البوابة الحدودية، وهذا أيضا خرق واضح ويعتبر دروع بشرية. شكرا جزيلا، كدروع بشرية. شكرا لك الناشط الحقوقي السوري صهيب الجابر، كنت معنا عبر سكايب من الحدود السورية.